مرحبا بكم جميعا. سأحدثكم اليوم عن جافا وأبين لكم ميزاتها وتطبيقاتها. هل تعرفون جافا من قبل؟ لابد أن بعضكم قد سمع بها. هناك أكثر من 3 بلايين هاتف محمول تشغلها جافا، وأيضا 930 مليون تنزيل لجي آر إي كل سنة، وهي الأكثر شعبية بتطبيقات الويب عام 2015، و19.6% من المبرمجين يستخدمون جافا. أصبحتم الآن تتساءلون ما هي جافا؟ سأخبركم عنها. جافا لغة برمجة الكمبيوتر عالية المستوى، ظهرت عام 1995 وطورت بلغة سي وسي بلس بلس. أنشأتها شركة سن بداية، ومن ثم طورتها أوراكل فيما بعد. أما آخر إصداراتها فهي جافا SE8. حسنا، ستسألونني لماذا نتعلم الجافا؟ أولا، جافا لغة سهلة التعلم. ثانيا، جافا مجانا للجميع. ثالثا، لغة مفتوحة المصدر، أي أن جميع وثائق ومخططات وأكواد اللغة متاحة للجميع. رابعا، هناك الكثير من المطورين يستخدمون جافا، فهم يشكلون مجتمعا يدعمون ويساعدون فيه بعضهم البعض ويتبادلون المعرفة، وهذا يعطي جافا نقطة قوة كبيرة. خامسا، لغة قوية وبسيطة. سادسا، ذات أداء عالي. سابعا، تعتمد بشكل كلي على البرمجة غرضية التوجه OOP، وهي أسلوب برمجة أقرب للفهم وأفضل في بناء البرامج. ثامنا، لديها كم كبير من المكتبات المساعدة على كتابة البرامج من اتصال بالشبكة وبقواعد البيانات، والكثير من البرامج مفتوحة المصدر التي أنتجتها شركات مثل جوجل وأباتشي التي تساعدك على تعلم كتابة البرامج كما يقوم بها المحترفون. تاسعا، لديها أدوات قوية لكتابة البرامج مثل نتبينز وإكليبس. عاشرا، هناك الكثير من المراجع والوثائق التي تساعدك على فهم جافا، ومن أهمها جافا دوكس. أما السبب الحادي عشر فهو أن لغة جافا هي كروس بلاتفورم، أي عدم اعتماد تشغيلها على منصة معينة، فقد كان شعارها Write once, run anywhere، أي أن البرنامج يكتب مرة واحدة وينفذ على عدة منصات، وهذا كان كافيا لجذب الكثير من المطورين. أخيرا، جافا في كل مكان، من الهواتف المحمولة والكمبيوترات الشخصية وأجهزة الألعاب إلى مراكز البيانات والكمبيوترات العلمية العملاقة، كلها تشغل جافا. أما تطبيقات جافا فهي كثيرة، ولكنني سأكلمكم عن التطبيقات الحالية. تطبيقات الأندرويد، تطبيقات الويب باستخدام سيرفلت وجي اس بي، سوفتوير تولز مثل تطبيقات سطح المكتب باستخدام جافا اف اكس وسوين، تطبيقات منصة جيت ام اي وهي لا تزال شعبية على منتجات مثل بلوراي وكارت وسيت توب بوكس ونوكيا اند سامسونج هاندسيت، امبيدد سبيس مثل سمارت كارد وسنسر، وهي أجهزة تؤدي بضعا من الوظائف يتم تضمينها ضمن أجهزة أكبر، حيث تم تصميم جافا لها أصلا. البيانات الضخمة هي عبارة عن مجموعة من مجموعة البيانات الضخمة جدا والمعقدة التي من الصعب معالجتها بأداة واحدة فقط، وهي باستخدام HFace. التطبيقات العلمية مثل معالجة اللغات الطبيعية NLP، وهناك الكثير والكثير من المراجع، أما أهمها فهي Oracle Java Documentation، Thinking in Java الإصدار الرابع، وبيج جافا. أما عن تجربتي مع جافا فقد تعلمت أساسياتها
في كلية الهندسة المعلوماتية بمادة لغات البرمجة، ونفذت عدة مشاريع بلغة جافا، وأهمها مشروع التخرج الذي أنجزته كتطبيق أندرويد، والآن أعمل بتطوير تطبيقات الأندرويد. كان تعلمي للغة جافا ومن ثم العمل بها ممتعا جدا، وهي عندي مفضلة عن اللغات الأخرى لما لها من مزايا. إن تعلم جافا يفتح لكم آفاقا كثيرة وكبيرة لما لها من تطبيقات، ولتكون محترفا عليك تعلم أساسيات البرمجة وكتابة الخوارزميات والبرامج بلغة جافا، ومن ثم اختيار أحد مجالات تطبيقاتها والعمل ضمن مشاريع عملية وفعلية. وشكرا.